كابتن ابراهيم، مساء الفل على حضرتك. مساء الفل يا كابتن خالد، على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. واسمح لي في البدايه اهني حضرتك على برنامجك الجديد، ان شاء الله تكون اضافه قويه للاعلام المصري زي ما عودتنا يعني. حبيبي يا كابتن ابراهيم. كابتن ابراهيم، طمنا الاول على المعسكرات اللي اتعملت لتطوير الحكام في بدايه موسم جديد. والله بفضل الله يا كابتن خالد ان احنا عملنا 6 معسكرات، والنهارده بدأنا المعسكر السابع. كل معسكر كان فيه 50 حكم، يعني حوالي 350 حكم تم إعادتهم بصفة مستمرة، النواحي البدنية والفنية والمحاضرات النظرية والتحركات في الملعب. يعني المعسكر كان شامل جميع النواحي والعناصر المطلوبة للحكم لتطوير أدائه. شيء جديد يتعمل في المعسكر دوت، كان بقالنا فتره مفتقدينه، ان احنا استعنا بالدكتور نبيل ندى عميد كليه بنها، عميد كليه التربيه الرياضيه في جامعه بنها، للاعداد النفسي للحكام. وده كان ليه دور ايجابي شديد جدا، لان انت زي ما حضرتك عارف ان كان في جزء منهم بعيد عن اداره المباريات، وده كان بيسبب شيء من اجل الطموح الداخلي. فاحنا يعني اشتغلنا في البدايه، كنا بنبدا بيها المحاضرات ونشتغل على العامل النفسي عشان خاطر نبدا نرجع جواهم بالنشاط والحيويه، ونرجع نحيي بداخلهم الطموح عشان يقدر يطلعوا افضل ما عندهم. والحمد لله الامور ماشيه كويس. طيب عايز اسالك، خلاص تم الاتفاق على ان الحكام مصريين هم اللي هيديروا السوبر المصري وبموافقه الاهلي والزمالك. والله كويس كابتن خالد، يعني ان حضرتك من منبرك الجميل دوت عايز اقدم تحيه شكر وتقدير واحترام لمجلسي ادارات قطبي الكره المصريه على دورهم الوطني ان هم بيدعموا التحكيم المصري، وده شيء مش جديد عليهم. وان شاء الله دوت يكون دافع كويس للحكام، ان الانديه هي اللي بدرت وابدت ثقتها في التحكيم المصري، وده بيبقى يعني عبء على الحكام ان هو لازم يثبتوا وجودهم، ولازم الثقه ديت ما نتراجعش فيها، والثقه تفضل مستمره. احنا كنا بنطالب بده طبعا بقالنا فتره، ان الحكام المصريين يفضلوا في جميع المحافل المحليه عشان خاطر يعني لا يليق ان احنا عندنا حكمين مرشحين لكاس عالم وان هم مش قادرين يديروا مباريات محليه في الدوري عندنا. ده بيتبص له من خلال الكاف والفيفا، وبيتقال لهم يعني انتم مش قادرين تديروا مباريات عندكم يعني، وفي منافسين برضو من دول شمال افريقيا اللي بيبقوا متواجدين بشكل مستمر، لان انت عارف ان المغرب وتونس والجزائر يعني بشكل كبير الاجانب ما بيدخلوش عندهم بصفه مستمره، فبتبقى فرصه حكامهم افضل من فرصتنا، لان المباريات الكبيره هي اللي بتبقى فاصله وهي اللي بتتابع. فان شاء الله نبقى الحكام تبقى قد الثقه لمجلسي اداره القطبي ادوا لنا، وان شاء الله باذن الله يعني نكون نقدم اداء جيد وحكامنا جاهز. طيب